يبقى معنا الآن أن الواحد منا يصلي ويظن أن هذه الصلاة وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يدري أحيانا كيف يعني يكون وضع الظهر أو الوضع في السجود أو كذا. والسنة كما ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عليهم كان يتدارس العلم فيما بينهم، ومن هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد منكم بارك الله فيكم يعني بعد أن انتهي الدرس تتحلق الحلق، كل حلقة يقوم الواحد يصلي ويراه البقية، بخاصة ما يكون في الركوع والسجود. طيب، يبقى معنا سجود السهو. سجود السهو، السهو له أسباب ثلاثة: زيادة أو شك أو نقصان. سهوا إذا زاد في الصلاة متعمد فالصلاة باطلة، ترك شيء من الأركان أو الواجبات عمدا فالصلاة باطلة، ترك واجب سهوا أو عمدا فالصلاة لا سهوا أو جهلا فالصلاة صحيحة. فالسهو له صور ثلاثة: زيادة، نقص، وشك. زيادة، إذا زاد في الصلاة مثاله هو يصلي الظهر، قام إلى الركعة الخامسة وقال الحمد لله رب العالمين، ثم تذكر أنه في الخامسة، ماذا يصنع؟ يرجع مباشرة إلى وضع التشهد، يجلس. لو قال بعد أن تذكر أنه في الخامسة، لو قال الرحمن الرحيم بطلت الصلاة، لأنه زاد هنا عمدا. أما عندما قال الحمد لله رب العالمين زاد سهوا، مفهوم؟ طيب، إذا متى تذكر أنه قد زاد في الصلاة ماذا يصنع؟ يرجع إلى جلسة التشهد. إذا كان قد قرأ التشهد الحمد لله يسلم، وإذا لم يقرأ التشهد يتشهد ثم يسلم، هذا إذا زاد في الصلاة سهوا. الثاني النقص. النقص له صور: إما أن يترك سنة، وإذا ترك سنة الصلاة صحيحة، أو يترك ركن أو يترك واجب. إذا ترك سنة فالصلاة صحيحة، يكون مثلا ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وقام إلى الثالث، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيء، الصلاة صحيحة. يسجد للسهو، نعم. طيب، الثاني ترك الواجب. ننظر، ترك الواجب سهوا يجبر بسجدتين، وإذا ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة. لكن في التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة على ما ذكرنا، إذا قام إلى الركعة الثالثة وتذكر أنه لم يجلس التشهد، ماذا يصنع؟ يرجع؟ لا يرجع، هذا إذا قام وارتفع عن الأرض. وإذا لم يقم، مثاله هو جالس الآن للتشهد الأول، لكن بدل أن يقول التحيات لله والصلوات قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم عندما أراد أن يقوم قبل أن يقوم تذكر
أنه لم يقرأ التشهد، ماذا يصنع الآن؟ هل انتقل من موضع هذا الواجب؟ لا، لم ينتقل، فماذا يصنع؟ يقرأ التشهد الآن. لكن إذا قام إلى الثالثة لا يرجع، وعليه سجود سهو. يبقى معنا ترك الركن. ترك الركن مبطل للصلاة، جهل أو نسيان أو عمد. فماذا يصنع إذا ترك ركن من أركان الصلاة؟ لابد أن يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن، لأن كل شيء جاء بعد ترك الركن جاء في غير موضعه. هذه مسألة مهمة أعيدها الآن. إذا ترك ركن من أركان الصلاة، مثاله ترك قراءة الفاتحة في الأولى، عندما ترك قراءة الفاتحة في الأولى ترك ركن، الركوع في الأولى والسجود في الأولى والقيام إلى الثانية، هذا كله لاغي. لماذا؟ لأنه وقع بعد ترك الركن وجاء على خلاف الترتيب الذي تقدم معنا. فإذا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى، تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى وهو في الركعة الثالثة، ماذا يصنع؟ يرجع إلى الأولى، يأتي بالأولى كاملة، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. لا. نعم. لأن كل شيء وقع بعد ترك الركن لاغي. مفهوم؟ لو قال قائل طيب الثانية كاملة والثالثة كاملة، يأتي بركعة ويلفق يجعل الثانية الأولى والثالثة هي الثانية، ويأتي بالثالثة مكان الأولى، نقول لا. إيش قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى؟ أن هذه الأفعال التي جاءت بعد ترك الركن جاءت غير مرتبة فلا تصح، فلا بد أن يرجع إلى الأولى. مفهوم؟ إذن أخذنا الزيادة وأخذنا النقص، يبقى معنا الشك. الشك هذا ينقسم إلى قسمين، انتبه. القسم الأول أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة في الصلاة أو في غير الصلاة. عندنا قاعدة، كل شك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه ولو كان الشك 99%، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. هذا الأخ توضأ ثم دخل إلى صلاة العصر، قال الله أكبر، وجاء إليه الشيطان قال متوضئ؟ قال نعم. قال طيب ماذا صنعت؟ بدأ يفكر، وهل مسح الجوربين أو لا؟ هل مسح على الرأس أم لا؟ هو عندما دخل الآن في الصلاة دخل على ماذا؟ على أنه نعم توضئ، يحرم عليه الرجوع والخروج من الصلاة، حرام. توضأ، وبعد أن توضأ شك هل مسح أو لم يمسح، ماذا نقول له؟ فتوى. فتوى نقول مسحت، ولو رجعت أنت آثم. طاف بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتين، ثم ذهب إلى الصفا، عندما صعد على الصفا قال والله 6 أشواط، أغلب الظن 90% أنها 6، لا يرجع، لو رجع فهو آثم. وبهذا جاءت الشريعة. صلى الآن الأخ معنا هنا صلاة العصر وقال والله غلبت الظن 99% أني في الثالثة كنت أفكر في الدورة وكذا ولم أقرأ الفاتحة، انتهت الصلاة؟ لا يرجع، ولو رجع فهو آثم. الشريعة جاءت لقطع الوسواس،
قلنا عندما رجع قال ما شاء الله وضوء السلام، لأن الوساوس متى يعني فتحت هذا الباب لا يغلق عليك. البعض يوسوس يوسوس نفسه، الله السلام العافية. فكان رجل يعني معروف بالوساوس، استيقظ يوم من الأيام وقال لزوجته والله لا أدري يعني هل طلقتك أم لا. قالت يا رجل إلا هذا؟ قال والله يعني أنا أشك شك كبير، ولكن أنا أريد أن أرتاح وأريحك وأدفع الشك باليقين، أنت طالق. هذا لأنه موسوس طلاق، هذا لا يقع. طبعا ما نفتي بالطلاق، يفتي العلماء. طيب وسواس، لو تفتح هذا الباب لا يغلق عليه. إذن قلنا أن الشك ينقسم إلى قسمين، أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، ولو كان الشك قوي. القسم الثاني أن يكون الشك في وسط العبادة، أن يكون الشك في وسط العبادة. ماذا يصنع؟ ينظر ماذا يترجح لديه. شك، هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات؟ أيهما ترجح؟ قال أرجح أنها 4. قال اجعلها 4 وتسجد للسهو. قال أرجح أنها 3، اجعلها 3 ويأتي بالرابع ويسجد للسهو. تساوى الأمران، استوى الماء والخشبة، ماذا تصنع؟ تبني على الأقل. إذن ليس دائما تبني على الأقل، مفهوم؟ هذا إذا كان الشك داخل العبادة. لكن الشك داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، أكثرنا عليكم التقسيمات أعيدها إن شاء الله تعالى. الشك داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، كثير الشكوك وقليل الشكوك. في بعض الناس يقول أنا دائما أسجد للسهو ودائما أشك سجدة أو سجدتين. نقول لهذا أنت موسوس، اجعلها دائما سجدتين ولا تسجد للسهو. قال يا أخي صلاتي باطلة. نقول باطلة لو رجعت لهذه الوساوس، اقطع الوسواس. قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. مرة أخرى، الشك ينقسم إلى قسمين، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر.